وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس: إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني إلى الجبل، فحرز عبادي إلى الطور، فبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم.